الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل يجوز للمريض أن يذبح شاة أو غيرها يرجو بها من الله تعالى الشفاء مما ألم به من المرض؟ فإن الصدقة سبب من أسباب الشفاء. الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، ولكن أنبهك على أمر مهم، وهي أن ذبحك للشاة في هذه الحالة يعتبر تعبدا لله عز وجل، والعبادة لا تقبل التشريك، ولذلك اجعل مقصودك الأول والأعظم في هذا الذبح هو التعبد لله عز وجل والتقرب بين يديه عز وجل في بهذا الذبح. اجعل الأصل في هذا الذبح التقرب لله عز وجل، ثم بعد ذلك تنوي به ما شئت، بمعنى أنك تريد به الشفاء، لأن فعل الطاعة له دوره الكبير في رحمة الله عز وجل، ولا سيما الصدقة، ولا سيما الصدقة. ولكن الذي أريد أن أنبهك عليه ألا تجعل الذبح بقصد الشفاء مطلق في أول الأمر، وإنما تجعل الذبح بنية التعبد لله عز وجل في المقام الأول، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدخل معه أو تدخل مع هذا المقصود أنك تريد التشافي بهذا، فلا حرج عليك في ذلك. فاجعل مقصودك الأول هو نية التقرب والتعبد لله عز وجل، ثم انوي بعد ذلك أنك تريد بهذه الصدقة أن يشفيك الله عز وجل، لا سيما إذا وزعتها على المحتاجين، المعوزين، المعدومين، المساكين، ورفعوا يعني رفعوا أيديهم بالدعاء لك، فأبشر بالخير، فإن دعاء المكروب له دوره الكبير في الاستجابة. ولكن مثل ما قلت لك اجعل مقصودك الأول هو القربة والطاعة لله عز وجل في هذه الصدقة، لأن الصدقة عبادة، والعبادات لا تصح إلا بنية الامتثال ونية التقرب والطاعة، والله أعلم.